نقرأ سورة المتحررون. واذكر في الكتاب المتحررون إنا أرسلناهم إلى الذين لا يفكرون ليحذروهم من كتابهم ويبينون لهم إنهم في ضلال مبين. فقال لهم قوم من المسلمون أنتم أتيتم بالبهتان الكبير أتكفرون بقرآننا؟ إن قرآننا ليوعدنا بحور عين قاصرات الطرف ساكنات في الخيام إنهن لذة للناظرين. هذا وعد ربنا إلينا نحن المؤمنون لقد وعدنا ربنا بحور عين وربنا لا يخلف ميعاده إنه خالق السماوات والأرض وهو على كل شيء قدير يعطينا من اللذات والشهوات والنساء في جنة عرضها عرض السماوات والأرض ما لم يخطر على بالكم اتبعوه فتحصلون على أجر كبير حور عين لذة للناظرين فلا تكونوا من الخاسرين. فأجابهم المتحررون يا أيها الذين لا يفكرون هذا ليس إله إنه شيطان يتظاهر لكم إنه إله انظروا كيف فرقكم وقسمكم إلى داعشيون ووهابيون وإخوانيون وشيعيون وحنبليون ومالكيون تتقاتلون فيما بينكم فما بالكم لا تفكرون. الجنة التي أوعدكم بها فهذا وعد الشيطان لكم إن جنة الشيطان كانت إلى الذين لا يفكرون. ألم يأمركم في كتابكم بضرب نساءكم ما هذا إلا جنون فهل تتبعون هذا الإله المجنون. يا ويلكم من هذا الإله إنه الشيطان المبين افلتوا منه لعلكم تفلحون وما يفلح إلا القوم الفالتون الذين إذا ناديتهم يفكرون الذين إذا وضحت لهم يتفهمون. فرجع قوم منهم إلى أهلهم حائرون قالوا يا ويلنا إننا كنا نتبع آباءنا وأجدادنا في هذا الدين. ففهم الذين يستوعبون الذين إذا وضحت لهم يفكرون هؤلاء هم الفالحون الناجون الصاعدون المتحررون وما يتحرر من هذا الدين إلا القوم المفكرون. صدق الله العظيم.